أخيرا مرة كيوت بتصدق بنات مرة كيوت والله. واي هالإنسانة تهبل تهبل. احنا من شفت اليوم هلا حياتي مرة كيوت بنصدق يا جماعة مرة جد والله مرة مبسطة بشوفتي. الله يسلمك عشان شافك. جاي 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 بشنطتي وجاي من زمان عنك. أخبارك؟ لا والله شنت شنت صلي كم يوم منى بيت فلذلك أحس إنه والله وحشتني يا أخوي يا أخوي. لابسة كعب عشان كذا طويل. إيه لأني لابسة كعب. شوفين أنا طولك وأنت لابسة كعب أنا أطول منك. أنا لابسة كعب يا جماعة بس حتى لو يعني تعرف أنا أطول منك بعد. اشتقت لك. ايش فيك قاعد تنهد قوي يا جماعه؟ قاعد يمشي على الدرج فاحس انه بذل مجهود هالدرجه ما تقدر مسوي قوي وشيل اثقال وشنطتي ما اقدر عليها. ايه انت شنطتك قاعد فيها اثقال. حيواني يلا يلا اطلع برا يلا يلا من زمان ما طرفتك برا يلا برا كذا كذا كذا. طيب افتح الباب لا اشوف وجهك. طبعا ماما قالت لي من اول ان هي تبي تعزل تمام. اهم شيء ان انا دخلت غرفه لقيت كل الملابس الشتويه طلعت لي اياها وحطت لي اياها. يعني ايش؟ طب يعني يا تدخلونها بالدولاب يا تطلعونها برا الدولاب يا ما تفتحونها من الشنط الشنط اساسا. تجون اجي غرفتي الاقي هذا المنظر ليش؟ العابي اشتقت العابي صورتي وانا صغيره اشتقت لها اشتقت بنك بانثر اشتقت لك اشتقت الاشياء. احس اني من زمان استني اشوف ايش اشتقت. دبدوب اشتقت لك. هاي دبدوب والله لو اني رايحه ترى كل يومين السالفه ترى مره بالغت. اوفر 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 دراما انا يا جماعه والله اوفر دراما. احب الدراما كوين. هنا هنا في دراما كوين. اشبهني انا صغيره ولا لا؟ استنى بقول الاجانب كذا يسمون هم بعدين جوبر مره حلو صح. طبعا هذا هو برضو فستان من جيري شيك مره يجنن. اوكي اللي بعده هذا برضو من جيري شيك يعطيك العافيه اللي بعده. وهذه برضو القطعه مره حبيت بلوفر برضو من عند جيري شيك. شايفين تفاصيل هذا من عندها. برضو الاكسسوارات من عندهم حبيت البنطلون ما عجبني قلت لكم القميص هذا ذاك اليوم عجبني كم مرة تهبل. مرة حبيت. وهنا بعد هاي دايم دايم فايع الجوال دايم فايع جوالك لازم تركزين. شوفوا كيف القطع تجنن. برضه هذا كله من جيري شيك. طبعا نسقت الموكا هذاك اليوم يوم ايوه هنا شوفوا نسقت لها اياه مره كان حلو. شايفين كيف الشوز مع البلوفر مع كل شيء. برضه اذا حابين دوروا هذه القطع بجيري شيك موجود عندنا. طبعا انت سكيب للطاقيه هذه مسحت المسكرة يا جماعة ومسحت الميك اب اقصد مسحت الميك اب وباقي امسح المسكرة. سوف اضع من هذا قليلا. طبعا ما ادري هو يضر ولا لا بس انا امسح المسكرة فيه. والله امسح المسكرة فيه فما ادري يعني. اوكي بعد ما مسحت بقال المسكرة انا اصلا مسح الاول بس احس عيوني صغرت يا جماعة شو السالفة. هذا هو السيرم هيدي هو السيروم. طبعا نضع هكذا نقطر سوي كذا. انا واضح اني طفشانه لذلك اسوي لكم فعاليات والفعاليات جدا بيض. كيف تدهنين وجهك قبل النوم؟ بعدين شوف طلعت لي حبه هنا طلعت لي حبه. طبعا هذه حبه حبه ما ادري شو مناسبتها بالضبط. المشكله ما عندي مناسبه. انا اعرف في شيء اسمه حبه مناسبات. طفشانه كنت بسولف بس حسيت اني انا ما عندي سالفه وهو مو شيء جديد. يعني انا دائما ما انا دائما انا اشوف انا انسانه بحال واقعيه اسولف 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 عرفتوا؟ يوجد احد يزن تعال 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 يزن تعال يزن من زمان عنك يزن
كلب. كم قعدت يوم من غيرك؟ أسبوع. أسبوع؟ بيبي والله ده قال لك اليوم قبل أمس ده قال لي قال لي أنا اشتكت لك. عرفت لي آه قلبي لا ما أقدر عشان والله راجع عشان هذا المدفع. أخي أبو أخي صغير. يا ربي أحب والله صدق ما أحب ذا. إذا أنا شو تروح المدرسة اليوم؟ آه اليوم ما في مدرسة صح؟ اليوم ما في مدرسة مضيع التاريخ يا جماعة. حنام لعل وعسى إن ربي يهديني وأنا أتمنى دولي يا رب قولوا يا رب لا تنام هاللحظة. أتمنى أن أنا إنسان عيوني كذا عرفت اللي أنا من الشخصيات اللي ما أحب أنا أبدا أحس إن النوم عبارة عن يعني كذا عبارة عن لا شو أنام شنو أنام وأضيع حياتي شلون أشوف النوم عبارة عن تضيع الحياة. ما أبي أكون صاحية كل الحياة كذا كل الساعات صاحية هذه أنا. واللي يمثلني بالله صر صديقي لأنه خلاص نصير إحنا اثنين يعني أنا وياك نصير ما ننام نقدر نسولف مع بعض لأن في كثير أتوقع ناس زيي ما يحبون ينامون يبون يعيشون دائما وأبدا.